يجب على العلماء لا سيما في وقت الفتن، يجب عليهم أن يبينوا للناس الطريق الصحيح والمنهج السليم، ويحذروهم من الفتن ومن دعاتها ومن تزويرهم، لأنهم يزورون وينمقون الكلام ويعسلونه لأجل أن يقبل وهو باطل. علينا بزخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، فلا بد أن العلماء يقومون بواجبهم، وهذا وقتهم، هذا وقت العلماء أن يبينوا الخطيب في منبره، المدرس في فصله، إمام المسجد في مسجده، في كل مجال على العلماء أيًا كان عملهم أن يقوموا بهذا الواجب في هذا الوقت أكثر من غيره، وبهذا يندفع الشر إن شاء الله، لأن الشر إذا وجد ما يقاومه اندحر، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.